الوطني الكردستاني شيركو ميرويس يرافقه عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في حدود محافظة ديالى. القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في حدود ناحيتي جلولاء والسعدية. وأشاد شيوخ العشائر العربية في حدود محافظة ديالى بجهود وشجاعة قوات البيشمركة في الحرب التي تخوضها ضد إرهابي داعش ودفاعها عن كل المكونات على حد سواء، مؤكدين أن قوات البيشمركة تقاتل إرهابي داعش نيابة عن العراقيين جميعا. من الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة عباس الكوازي وتفاصيله. بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات البيشمركة في مواجهة إرهابي داعش ودفاعها عن كافة المكونات في المنطقة، تفقد شيركو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني يرافقه حمي حما سعيد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وبحضور عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في محافظة ديالى. تفقدوا القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في ناحيتي جلولاء والسعدية بهدف تقديم الدعم المعنوي لقوات البيشمركة والوقوف صفا واحدا لمحاربة إرهابي داعش. امرو لگل جمادیک ل سرکو زبر زکانی ناوچکا سردانی سنگرکانی هزی پیشمرگمان کرد. اليوم مع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في محافظة ديالى زرنا القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة بهدف التضامن الجماعي بين كافة المكونات في المنطقة ولتقديم الدعم المعنوي لقوات البيشمركة. ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نؤكد ونركز على تعميق العلاقات والأخوة بين كافة المكونات في جميع أنحاء العراق وفي محافظة ديالى على وجه الخصوص، ونحن الآن مع هؤلاء الشيوخ متفقون على أن نكون يدا واحدة ونعمل على توحيد الصفوف لمواجهة اعتداءات داعش. كما ونؤكد أننا سائرون على توجيهات مام جلال في تعزيز الأخوة والتعايش السلمي في المنطقة. شيوخ ووجهاء العشائر العربية خلال زيارتهم للقطاعات الأمامية لقوات البيشمركة أكدوا على أن قوات البيشمركة تدافع عن القيم وعن العراق بأزره، حيث أن اليوم قوات البيشمركة تخوض المعركة دفاعا عن جميع العراقيين وهم في الخطوط الأمامية للمعركة، مشيدين بالانتصارات الكبيرة التي حققتها هذه القوات، مؤكدين أنهم ماضون صفا واحدا مع هذه القوات في حربها ضد الإرهاب. والله هي أسباب الجيل إن مشاركة كل الأخوة المقاتلين من البيشمركة ونعتبرهم هذول ولدنا وجزء من عندنا من حياتنا يعني، وهذول من جو هذا المكان كانوا دفاعا عن القيم وعن العراق. جتنا ريح صفراء قادمة من أين لا يعرف هويتهم ولا دينهم ولا مذهبهم ولا هم إلى أي جهة ينتمون. اليوم كل المقاتلين البيشمركة هم رفعة رأس العراق وهم الخط الأمامي، وحبينا إحنا نكون جزء من هذا الخط حتى نحسس أخواننا المقاتلين إن كل العراق واحد إن شاء الله. حري بنا أن نحضر هنا اليوم في هذا المكان لنثبت لكم بأننا أخوة، أخوة في الإسلام وأخوة في هذا البلد، ونحن معكم في كل حال، وإن شاء الله سيندحر العدو وإن شاء الله سينتصر الحق، وأنتم بلد الأمان وبلد العدالة، هنا العدالة في إقليم كردستان، فحياكم الله. اليوم شفناكم أنتم رفعة رأس حقيقة، يعني شوفتنا لكم مكانكم هذا وبهالقوة هذه وبهالشجاعة هذه وبهالابتسامة هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أمة محمد. قوات البيشمركة اليوم يحاربون أشرس وأعتد قوة على الأرض، تنتهك الأعراض وتبيح جميع المحظورات بشريعة مختلقة بعيدة كل البعد عن القيم والشرائع الدينية، وقد حربت أمامها جيوش دول مدججة بالسلاح، وستكون حدود الإقليم مقبرة لهم بسواعد الأبطال من البيشمركة. لفضائية كركوك من القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في ناحيتي جلولاء والسعدية، عباس الأركوازي. أعلنت وزارة الدفاع الألبانية البدء بتسليم قوات البيشمركة